وصفة تطويل الشعر وتكثيفه ومنع التساقط وتغذية الشعر تغذية كاملة متكاملة، بجد من الوصفات الحلوة جدا اللي أنا دايما بعتمدها ودايما بستخدمها في كل شاور هاخده. ولازم الوصفة دي انتي تعمليها على الأقل مرة واحدة بس في الأسبوع، كل ما تيجي تغسلي شعرك لازم تستخدمي الوصفة دي. شوفي انتي بتغسلي شعرك مرة أو مرتين 3 مرات في الأسبوع، وكل مرة تغسلي شعرك هتستخدمي الوصفة دي، هتساعد جدا في الشعر وفي تطويله وفي التكثيف. يلا بينا نبدأ في وصفة النهاردة على طول، وما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك. بحبكم جدا وبشكركم دايما على الدعم ليا. أول حاجة بنجيب برطمان صغير، وبعد كده بننزل بأول مكون وهو الرز أو الأرز الأبيض. ممكن تستخدمي رز بسمتي، رز عادي مش مشكلة، بس يبقى رز أبيض. الرز الأبيض من الحاجات المفيدة جدا للبشرة وللجسم عامة، للشعر أو للبشرة، من الحاجات الحلوة جدا أن أنا بحب أستخدمها، بعملها كمسكات لشعري ومسكات لوشي. بناخد منه حوالي معلقة. الرز الأبيض من الحاجات اللي فيها فيتامينات حلوة جدا، بس أهم حاجة تكوني غسلة الرز كويس جدا. الرز المعلقة أو المعلقتين اللي انت تستخدميهم يكونوا ايه، مغسولين كويس جدا. ونبدأ نحطهم في البرطمان، وبعد كده بننزل بالمكون التاني. ومن المكونات اللي انا بحبها جدا، بتنظف فروة الرز جدا وبتعالج القشرة وبتعالج الحكة او الالتهابات الموجودة في فروة الرز. فلو عندك اي مشكلة من المشاكل دي استخدمي القهوة او البن. فالقهوة من الحاجات الحلوة جدا، بس احنا هنستخدم يعني القهوة اللي هي تبقى بودرة، ما بتبقاش الحبيبات نفسها. ولو عندك الحبيبات تبقي تطحنيها لحد ما تبقى بودرة عشان نستخدم الوصفة. بس بناخد برضو معلقة من القهوة. القهوة بتنضف فروة الرز جدا وبتعمل حاجة زي التقشير لفروة الرز، فبالتالي يعني بتنضف اي اتربة، اي زيوت قديمة، اي قشة، فاي حاجة هتستخدميها على شعرك هتفيد شعرك بعد كده، عشان انت كنتي كأنك منضفة مسامات الشعر او فروة الرز كويس جدا. وبعد كده بنيجي بالمكون اللي بعد كده وهو القرنفل او المسمار. ومن الحاجات اللي بتدي ريحة حلوة جدا للشعر وبتنضف فروة الرأس وبتطول الشعر جدا وبتنبت الفراغات او المناطق الفاضية، وكمان بتعالج الثعلبة، من الحاجات الحلوة قوي. بنجيب حوالي ربع كوباية مية صغيرة وبنحطها في اي حاجة تقدر تطلع على النار، وناخد معلقة من القرنفل وننزلها على المية، وناخد المية دي ونطلعها على نار هادية من دقيقة لدقيقتين لحد ما يبدأ المكونات تنزل او يعني القرنفل يمتزج مع المية. وبعد كده بعد ما طلعناها زي ما انتوا شايفين كده بدأ اللون يتغير، بنقلبها كويس وهننزلها على البرطمان بتاعنا واحدة واحدة، ونملى البرطمان كله ونسيب البرطمان بالقهوة والرز يتنقعوا حوالي ساعتين عشان كل المكونات دي تمتزج مع بعض وناخد منها الفايدة الكاملة. وبعد ساعتين هرجع اقول لكم هنعمل ايه وهنكمل استخدامها ازاي. بنحط دلوقتي القرنفل والحاجات دي على جنب، ونجيب طبق صغير ونبدأ نحط عليه نوع الشامبو اللي احنا هنستخدمه واحنا بنغسل شعرنا. اي شامبو انت بتحبيه تاخدي منه الكمية الكافية او اللي انت شايفة مناسبة لشعرك، على حسب كل واحدة واللي هي عايزاه يعني. تمام. وبعد ما حطيناها في الطبق الكمية اللي احنا عايزينها، هنجيب اي مصفى عندنا ونبدأ ننزل عليها بالمية اللي احنا سبناها تتنقع مع اللي هي القرنفل والقهوة والرز، وهننزل بالتدريج كمية صغيرة ونقلب كويس قوي الشامبو مع المكونات دي. وبعد كده بنسيبها تقلب كويس قوي. وبعد كده انا زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي انا خليتها سائله خالص، الميه سائله جدا، بس انت لو عايزه يكون ملمس الشامبو اتقل من ملمس الميه، يعني لو حطيتي ميه كتير زي ما انا حطيت كده ممكن تزودي شامبو لحد ما القوام يبقى تقيل شويه عشان تقدري تحطيه على فروه الرز. هقول لكم دلوقتي ازاي هنستخدمه. هنسيبه يبرد طبعا، القرنفل اللي نزلناه سخن ده نسيبه يبرد يعني حوالي ربع ساعة كده، ونبدأ نستخدمه واحنا داخلين ناخد شاور. قبل الشاور بحوالي ربع ساعة او 10 دقايق هناخد الشامبو ده، او اقل كمان ممكن 5 دقايق هناخد الشامبو ده او اللي احنا خدناه عملناه ده، وهنحطه على فروة راسنا واحنا بنغسل شعرنا طبعا. هنحطه على فروة راسنا كله مع التدليك، ونسيبه لمدة 5 دقايق على فروة الراس. وبعد كده
وبعد كده بعد ال5 دقايق نغسل شعرنا عادي جدا ونكمل الروتين بتاع شعرنا، نحط بلسم حمام كريم زي ما احنا عايزين، وده الروتين بتاعنا اللي احنا هنعمله كل ما نيجي ناخد شاور. الوصفة دي هتساعد جدا في تطويل الشعر وتكثيفه، وصفة حلوة جدا وآمنة وتناسب لكل الناس سواء رجالة ستات أطفال كبار. الوصفة دي آمنة تماما عشان كلها مواد طبيعية مفيهاش أي ضرر للشعر. بس كده دي وصفة النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي، وبحبكم جدا ومع السلامة.